السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. احلى اكل النهارده بكامل مع حضراتكم في العالمين. الموضوع يعني عايز حضراتكم تنورونا وتاكلوا معانا وتطبخوا معانا. اليوم جميل جدا ان شاء الله، الحلقه تعجب حضراتكم. النهارده عندنا اكلات خفيفه جدا وبسيطه. زي ما حضراتكم عارفين احنا موجودين احلى اكله وقناه اون، وكمان شركه المتحده كمان للخدمات الاعلاميه، وكل القنوات كمان في مصر موجوده بتغطي كل مكان وكل شبر في بنت العالمين. المكان بجد يستاهل ان احنا نيجي كمان نشوف ونيجي نتبسط كمان. وحضراتكم كمان لازم ان شاء الله تيجوا تطوروا الدنيا وتشوفوا خير بلدنا وتشوفوا كل حاجه حلوه في هي العالمين وعمار يا مصر والله العظيم. طيب الكلام ايه بقى بعد كلمه مصر والله العظيم؟ اكله مصريه حلوه، حواوشي. الحواوشي سهل جدا وبسيط. عايز اعمل النهارده اطباق مختلفه، فكره الحواوشي اللحمه، فكره الحواوشي الفراخ، فكره حواوشي السجق. على ما اعتقد دول ثلاث اطباق او ثلاث انواع من الحواوشي الناس كلها بتعشقها، معاهم بقى سلطه خضراء وسلطه طحينه وجرجير وحركات، وهو ده المطلوب. ولكن بعد الفاصل اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب خلينا نتكلم معاكم قبل الفاصل على اكله مصريه ليها كذا طريقه. خلينا نتكلم على بس قصه الحواوشي عامه. هو ليه اسامي كتير، يسموه في بعض البلاد عرايس، ويسموه لحمه، عيش بلحمه، يسموه عيش محشي خلطه، يسموه حواوشي زي عندنا كل حته ليها حاجه. ولكن الحكايه كلها هي فعلا ملخصه زي حبيبنا الاسكندراني يقول لك عيش باللحمه، هو الحواوشي. ولكن في انواع كتير جدا. خلينا نتكلم معاكم بالتفاصيل سريعا جدا. اولا العيش باللحمه ده بيبقى عجينه، ودول حبايبنا واهالينا في اسكندريه بصراحه شطار 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 جدا جدا فيه، وانا بعشقه لان دي سكه ثانيه ومختلفه غير اللي احنا بنعمله في القاهره او في اي مكان. الحواوشي عادي طبعا، ده عيش وتحط جواه لحمه عادي. اما التاني بتاع اسكندريه بيبقى عجينه، والعجينه مظبوطه وبتتعمل بشكل معين كده، ويبدا يتحش جواها اللحمه المفرومه، وبعد كده تخش ايه الفرن. طبعا اللحمه المفرومه بتختلف، في لحم ضاني في بقري. الحبايب الاسكندريه بيعملوه ممكن يكون ميكس، ده بيدي نفس حلو قوي. وهقول لكم كمان على حاجه ثانيه، واحنا ماشيين في الخط بتاع الساحل الشمالي ده كله، في اماكن كتير جدا فيها اكلات، ومش شرط عشان بس نبقى واضحين يكون محلات ليها اسم كبير. كل المحلات دي اسم كبير طبعا تحترم بكل شيء، بس في حاجات حضراتكم ممكن ما بقاش عارفين اسميها، بس بيعملوا اكل انا شخصيا بروح على الناس دي اكتر، وبالاخص الناس حبايبنا العربويه اللي فاتحين محلات جزاره وفاتحين محلات ليها علاقه بالاكلات. عندهم نفس كده حلو بخلاف الاكل العربي او البدوي، بيبقى عندهم حاجات لطيفه كده. اكتر حاجه انصحكم بيها عندهم تاكلوا المشويات حلوه جدا، تاكلوا كمان المبغبقه بالطريقه الليبيه بالبدويه المصريه. عايز اقول لحضراتكم ان الساحل الشمالي طبعا على قد ما في قرى سياحيه كتير جدا ويرقصها طبعا من انت العالمين بالجمال والحاجات الحلوه دي، اما العبء الثاني من البحر اللي هو اللي على الشمال من الطريق اللي احنا ماشيين فيه، في محلات كتير جدا دول من اهل البلد. انا احب يعني اسلم على حبايبنا كل اهل البلد اللي هي من زي ما بنقول من اول سيدي كرير او من اول مدخل الساحل الشمالي الى مطروح، حبايبنا وناس محترمين جدا. وعايز اقول لكم كمان المطبخ البدوي ده ليه اطعمه مختلفه جدا وليه ثقافات مختلفه. يعني لما ناكل هنا اكل في الساحل الشمالي عند حبايبنا العرب بسكه، لما نروح العريش او سينا بناكل بسكه، ولما نروح مش عارف ايه بناكل في سكه، ولكن المضمون كله اكل مصري عربي بدوي. اللي انا عايز ارجع لحضراتكم فيه ان احنا نازل ناكل من الاكل عند الناس دي، عندهم اكل حلو جدا متبل كويس قوي، حاجات كلها فريشات، اللحوم عندهم كلها بتبقى بارق، لان طبعا ليها علاقه بالغنم اللي عندهم ومراعتها. انا والله حبيت هم جاوا على بالي بصراحه، ولازم نسلط الضوء عليهم كل حبايبنا العرب اللي هنا موجودين من اول يعني الساحل الشمالي لحد حبايبنا في اخر مطروح. تحيه لحضراتكم، اكلكم حلو، باكلوا عندكم كتير، وان شاء الله كل محافظات مصر تيجي لكم وتاكلوا عندكم وتيجي كمان من انت العالمين، وهو ده المطلوب. طيب هعمل انا حواوشي بعد الكلام ده كله ايه بقى؟ هعمل حواوشي بيتي مصري بسيط، اي حد يشوف الحلقه يخش يعملها وهو مغمض. عندي نص كيلو فراخ صدور على وراك. طب شايف هو الفراخ لازم أن يبقى صدور على وراك ولا ينفع يكون صدور بس؟ اقول لك مفيش حاجه ما تنفعش، كل حاجه نقدر نعملها وكل حاجه تنفع وتبقى زي الفل وتمام تمام. ولكن في اصول في الشغلانه. انا اجي اعمل حبه كفته وعندي عرق في لحمه فليتو، هعمل منه كفته اقول لك والله للاسف مش هيبقى حلو. يا شيف ده احلى حته لحمه وعرقه لحمه فلتو وما فيهاش عظم وما فيهاش دهون وما فيهاش اقول لك حلو، بس مش طلبي او مش طلب الطبق ده، تنفع في بيف فيليه مش عارف ايه الحاجات دي تمام. اما لحمه بلدي وعايز تعمل منها كفته يبقى لازم يكون فيها سن الدهن
ولازم يكون فيها لحمه. النسبه قد ايه؟ بنقول من 30% او 25 30% من الدهون الى 70 او 75% من اللحوم الصافيه او الحمر. نفس الكلام في الحواوشي الفراخ. لو جبت كيلو صدور فراخ هيبقى مش وحش، هيبقى عادي ولكن مش طعمه حلو. يبقى اعمل ايه؟ اجيب مثلا نص كيلو من الوراك وقدامهم نص كيلو من الصدور واخلطهم مع بعض، يدي تيست حلو. اعمل بيه كفته. لو انا هعمل النهارده حواوشي عادي جدا اجيب ربع وربع، هيمشوا برده معايا. شايفين انا جايب عندي 2 صدور فراخ ومع كمان الوراك المخليه. هجيب عندي الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل واحده واحده كده مع حضراتكم حواوشي على السريع. بسم الله. اعمل بس الاول على الكبه، ده اهم شيء. انا بعمل ايه بقى؟ انا بنزل اول حاجه ببصلايه. ليه البصلايه في الحواوشي او في الكبه؟ بسم الله. اول حاجه عشان خاطر تمشي معايا في السكينه بتاعه المفرمه وتسهل معايا الميه بتاعتها تفرم لي ايه اللحمه بتاعتي. يعني اذا شفت لو نزلت باللحمه لوحدها هتبقى لا، مش هتبقى لا، بس ممكن تشم ريحه السكينه مش حلوه عشان ما فيش ميه تضرب كويس او تفرم حته اللحمه. فخلينا ننزل الاول ببصلايه نضربها كويس، وبعد كده بناء على الميه اللي فيها مع فص الثوم اللي عندي مع قرن الفلفل الرومي اللي موجود عندي، ده كله بيعلي التست جدا ويسهل معايا الفرم ويسهل لي كمان لما انزل بالفراخ تبقى على السريع. ممكن احط قرن فلفل حار لو حبينا مع فص الثوم وابدا بسم الله بالشكل ده. بفكر ابهر بالمره الفراخ وهي لسه ما تخشش الكبه بتاعتي، حبه بابريكا حلوين، سنه ملح وسنه بابريكا وحبه بهارات مشكله زي ما حضراتكم شايفين اهو. باخدهم كلهم اقطعها وارجع تاني اكمل بالشكل. آسف جدا على الإزعاج، معلش سامحوني. وبكده يكون الحواوشي خلص. نجيب السكينة أول حاجة عشان ما نتعورش لا قدر الله. ونجيب عندنا الخلطة الحلوة دي كلها وننزل بيها في قلب البولة. شايفين المنظر عامل إزاي؟ شوف. ده اللي بتكلم فيه، كده. جوسي، لطيفة، مش ناشفة. طب لو بقت ناشفة إيه اللي هيحصل يا شيخ؟ يقول لك لا، يحصل كتير. أول حاجة العيش يعني هيبوش. تاني حاجة اللي مع ما أحط الكمية الخضار اللي اتحطه ما اتجرش كويس هيبقى باين. عارفين أنت البصل اللي بيبقى باين في وسط التسويات كده مش بيبقى لطيف. فأنا بعتقد أفضل إن إحنا عملنا كل حاجة تبقى بوري كويس قوي. طب وبعدين يا شيخ خلاص إحنا عملنا كده، نبدأ نقفلها بالمرة. عشان انا حابب بس اوضح كل حاجه. انا بالنسبه لي مش فارق لي ده التسويه بقى قد ايه، ولا فارق لي التفاصيل دي قد فارق لي حاجتين: نخلطها ازاي، نعملها مفرومه ازاي، ويطلع في الاخر الحشو يكون كميته عامله ايه. اما التسويه ان شاء الله ممكن اعملها على الطاسه، اعملها على الفرن حسب حضراتكم بتحبوه، او المتوفر عندنا ما عندناش بشكل خالص. هجيب عندي العيش واخد بالي طبعا في البيت او حتى هنا لازم نكون مأمنين شويه. اي لقمه عيش ما نخليهاش مكشوفه عشان هتنشف مننا ونيجي نعمل في الاخر اللي احنا عايزينه هنلاقي الموضوع فيه قلق. فالافضل لقمه لقمه كده. ناخد كمان دول، واحده كبيره واحده صغيره، اثنين صغيرين. طيب وبعدين يا شيف هجيب عندي لقمه العيش وافتحها بالشكل ده، تمام بسم الله. وهجيب عندي بكل بساطه ادي الكوره دي وابدا اعمل كده. خدت بالك انا عملت ايه؟ وهبدا اجيب اللقمه عليها وهمشي انا بقى بالراحه من جوه كده اهو. شايف بعمل ايه؟ بحشي. هنشوف. خلاص كده؟ خلاص. اقلب اللقمه الناحيه الثانيه واوسع لحضراتكم كده ونشوف. بص منظر اللقمه عامله ازاي جوه، شايفين؟ ومنتهى البساطه، ما فيهاش حاجه صعبه. رغيف حواوشي سهل جدا، تكلفته مش صعبه، تفاصيله سهله جدا. اهم حاجه بس نعمل ايه التفاصيل دي عشان نطلع معانا ايه اللقمه زي ما احنا عايزين. بس هكمل بقيه التفاصيل بتاعتي. وهجيب العيش الصغير نفس الكلام، وبنقص الكميه، باخد على قدي كده مثلا
بروح اعمل كده وارجع تاني وراح مقفل لقمه العيش وابدا اساوي اموري بالشكل ده اهو تاني. شوف بقى ما شاء الله نص كيلو الفراخ هيطلع لي كام لقمة؟ ربع كيلو عفوا، كمان دول ما يكملوش نص كيلو، ممكن بالخضار يعملوا نص كيلو. والحواوشي بالذات ما ينفعش ازود فيه كميات كتيرة عشان ما يقلبش معانا برجر. دي مثلا كده زود كده بص. وبكده اللقمة تمام التمام زي الفل. طب وبعدين يا شيخ؟ والله هعمل حاجة حلوة لطيفة ودي مهمة جدا نركز فيها. بعد ما عملنا لقمة العيش بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده، الفينش مهم جدا، يا إما أجيب عندي فرشة فيها سمنة أو فرشة فيها زبدة أو زيت. الأطعم براحتنا، أنا بصراحة يعني برجح أكتر الزبدة، بتخليها مقرمشة كده فيها تيست كويس قوي. وعايز أدي نصيحة تانية، وانا بشتري الحواوشي او اللحمه اللي هعمل بيه، عفوا العيش اللي هحط فيه حواوشي، لحمه الحواوشي يعني، بطلب من الراجل ما يدينيش عيش مستوي قوي، يكون فيه سنه اقدر اكمل تسويه في الفرن. هنجيب عندنا الفرشه، انا هجيب عندي فرشه الزبده وابدا اروش كده على الوش. شايف الكلام؟ مش كتير، بس ده اللي هيخلي بقى القرمشه والطعم الحلو واللطافه كلها من فرشه الزبده دي. ولاش تحط في ورق زبدة أو أي ورق، مش محتاجين، وممكن يسوي الكلام ده كله عادي جدا على الطاسة. بص هعمل ايه، شايفين اللقمة عاملة ازاي؟ تمام، ظهرها مفيش حاجة، بس هنا فيه، هروح أعمل كده، هاخد من هنا برضو، مش محتاج إن أنا أزود أكتر من كده. وهنا نفس الكلام، بص دي عاملة ازاي؟ حلوة اهي، هروح حاطط عليها دي، أصبح إن اللقمتين شوف وش وظهر منه فيه زي ما بيقولوا يعني أهو. وبكده أنا زي الفل قوي وتمام التمام. آدي اللقمة اتنين ما شاء الله، وآدي اتنين كمان، هاخد الكلام ده كله كده واطلع بيه على فين؟ على الشبكة. يلا بالشكل كده اهو، بسم الله. اصلا ده حركت اللقمة على الشبكة مخلياني يعني فاهم عايز اكل ده بسرعة. شكرا خلاص، غير كل حاجة، بطرح الفراخ ونخش على اللي بعده. هي بس الفكرة تفصيلة اللقمة اهم شيء. طيب عندي حواوشي تاني، حواوشي سجق، ده ما فيهوش حاجه بقى، ده كده كده اصلا بيجي متبل، بس احنا نحب نجود عليه. ايه اللي هنجود عليه؟ هنشوف. حواوشي سجق كده كده انا بجيب عندي نص كيلو من السجق الشرقي، لان مفيش حد هيديني خلطه السجق يعني، فبيجيب عندي نص كيلو من السجق وابدا اغسله كويس وابدا اصفي افضي الحشو ده، وبرمي الكفر مش محتاجه اللي هو كفر السجق، وباخد الحشو وابدا انا بقى هنا اجود عليه. هتجود عليه ازاي؟ هنشوف. نجيب عندنا بوله فاضيه، وهنجيب عندنا كميه الحواوشي، عفوا كميه اللحم المفرومه اللي احطها في الحواوشي بتاعه السجق بالشكل ده كده. حلو كلام. واجي انا بقى التجويد بتاعي مطلوب. اه طبعا، بص بقى، هاخد من عندنا قرن فلفل مشطشط، وهاخد من عندنا وهزود بصلايه ناعمه جدا مش بتشافها تدي نفس كده حلو، وهاخد قرن فلفل سقنطن قوي رومي، وكمان زيه رومي احمر كده. حلو الكلام. واروح معلي التست بتاعنا ممكن بتاتش توم مش متشاف. حلو الكلام. واخد بعضي على البهارات، اجيب عندي حبه بهارات حلوين من اللي عندنا بتوع اللحمه، وسنه ملح كمان واظبط، سنه بابكه كمان، وشكرا. اجي ارجع بقى كده هعمل ايه؟ بسم الله. كل الكلام ده كله انا حابب اديله كمان حبه بقدونس، تفرق؟ اه طبعا، خضار والخضره في الحواوشي بالذات والحاجات الشرقيه دي تدي نفس حلو قوي. اقلبهم مع بعض، يبقى انا نص كيلو السجق بدل ما اعمله صينيه او اعمله صوابع محمره، لا انا ممكن افضيه واجيب عندي حبه عيش ويطلع معايا زي ما حضراتكم شايفين لحمه مفرومه بس بطعم السجق، او هي سجق اهو. متشكرين. هجيب عندي لقمه العيش برضو كده، نفس الموضوع، هجيب عندي كميه على قد قبضه ايدي كده اهو، وابدا اروح اعمل كده وبقى فارش بالشكل ده اهو. عايز ازود تاني الحته دي طبعا ازودها، تمام، واقفل كويس عشان اللقمه تلزق في الحشو، واجيب اللقمه الصغيره برضو واروح اعمل كده
واروح حاشي بالشكل ده كده اهو، شايف الحشو؟ خلطه ريحتها حلوه جدا جدا جدا. يمشي على الطاسه، يمشي في على الشوايه، يمشي لو حبيت على الشبكه زي ما قلت معاكم من شويه، كل حاجه تمشي. المهم الخلطه الحلوه والنفس اللطيف، والواحد بيعمل حاجه تكون بحب، وده اهم شيء. اخر لقمه كده، وبكده يكون تلات لقم خلصوا. نفس الكلام هنجيب عندنا فرشة لطيفة من الزبدة أو الزيت حسب ما موجود، ونبدأ برضو نقفل بيها على وش الحواوشي. وزي ما اتفقنا وزي ما عملت من شوية نفس الموضوع، هرجع تاني واجيب عندي كل لقمة وابدأ أدهنها بظهرها عشان يبقى الزبدة استفيد بيها من الوش والظهر. كده ارجع تاني كده شوف بعمل ايه، وارجع تاني كده، وهنا دي كمان نفس الكلام، واروح اعمل كده وارجع على فين؟ على الفرن. يلا بينا. شايفين الالوان بدأت تروح لفين لو حضراتكم معانا؟ واجي عندي راح راسس اللقمة الأخيرة تحت. ما شاء الله ما شاء الله، وبكده يكون الحمد لله تمام. شايفين المنظر راح لفين؟ بدأ يقول اهو، اديله دقيقتين كمان ونرفعه على طول. طيب كده احنا عملنا أول طبقين بمنتهى البساطة والسهولة. الفكرة بس إن أنا عايز أوضحها لحضراتكم، كده فاضل عندي اللحمة إن شاء الله ممكن أعمل الفصل اللي جاي عشان برضو أظبط وقتي ومظبط أموري مع حضراتكم، وأبدأ كمان أكون مهندل فكرة اللي يطلع ويستوي ما بقاش يعني ايه مركب ده على ده. يعني ايه عايز اوضحها اكتر؟ يعني دلوقتي شغال فيه اتنين حواوشي في الفرن، مش صح ان اعمل التالت واركنه على جنب، لا اصبر شويه لما اللي جوه يستوي ويطلع عشان اطلع من ده على من ده على طول، اللي هو خلصت تمام يطلع على طول. بالمره ممكن اعمل سلطه سريعه قبل ما اطلع الفاصل اكسب وقت، ويبقى عملنا طبقين وعملنا طبق سلطه، ولما ارجع ان شاء الله نكمل بقيه الاكلات بتاعتنا. بالمره عايز اعمل طبق سلطه من اللي هو ابو مينيت ده، الطحينه وخلي الخضره اللي جايه برضو. ايه بقى الحكايه؟ هنعمل اسرع طبق سلطه في الدنيا، سلطه الطحينه. ايه مقاديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الطحينه اللطيفه، وراها على طول كوبايه ميه عندي، وكمان عندي فص ثوم. تعال واحده واحده نشوف الحكايه، بحب اعملها كلها مره واحده في نفس البوله من غير دوشه، وهنشوف كل حاجه. اول حاجه هنجيب عندنا فص ثوم، بسم الله، فص ثوم مفروم كده، حلو كلام كلام جميل. ونفس البولة الحلوة دي هجيب عندي سنة ملح، سنة كمونة، سنة بابريكا، خد مني بقى كلام، عصرة الليمون. يا فين الطحينة يا شيف؟ اقول لك ثانية واحدة بس عليا والله ما تخافوش، عصرة الليمون وسنة خل، مش اخير وسنة خل زمان اللي فاهمين بس بيلعب على الخل تمام. وهاجي عندي كده زي ما انا كده تمام التمام، هجيب عندي الطحينة على البهارات دي كلها عشان تشوفها كويس كده. يلا بينا وابدأ هقول لهم يلا بالمرة. ايوه وضي كده بس البولة دي وتعالى نقلب، فهتكلكع. شايفين الكلام؟ اهو ده طبيعي، طحينة معمولة بالسمسم، فبالتالي لما ينزل عليها أي حاجة هتلاقيها هتكلكع، ولما نقلبها كتير هيبقى بالمنظر ده. اعمل ايه؟ اعمل كده واحده واحده لما تفتح اثبت عليها على اللون اللي عايزه. كده 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 بالسنس، مش بكتير ومش بقليل، حد بتبقى القوام اللي انا عايزه. عندي كذا قوام للطحينه، في قوام بتاع الكبده اللي بنحطه على الوش ده تكون طحينه سايبه، وفي صوص تكون عامل زي المايونيز، في كل حاجه بايدينا. ما اعتقد دي خلصانه، هي والحواوشي في الفرن خلصان. حالا هقدمه لحضراتكم هي والسلطه قبل الفاصل عشان كل حاجه تبقى واضحه.
يا رب. دي كده خلصانه، شايفين منظر الطحينة عامل ازاي؟ يا سلام بقى لو عايز احط عليها علبه زبادي، يا سلام لو عايز احط عليها اي حاجه، فيها التوم، فيها كمون، فيها الليمون، فيها الخل، فيها سن شطه لو حبينا. دي كريمي، شايف؟ اوبا بابا، شفت عامل ازاي؟ بس عشان بوش الدنيا ناخد الكلام ده واطلع اجيب الحواوشي. بسم الله الله اكبر. نجيب بس حاجه نطلع بيها عشان الدنيا مهوجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيب الباقي يكمل تسويته وارجع تاني لحضراتكم ونشوف منظر الحواوشي خلصان ولا لا. بص منظر اللقمه عامله ازاي. بص كمان والله مش هزعلك اهو. بص حضرتك كمان اللقمه عامله ازاي. انا هبص قدام بقى وانت بص على الحواوشي. انا هطلع فاصل جدا بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. ما شاء الله، يا اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب زي ما حضراتكم شايفين احنا طلعنا من شويه اول رصه طلعت على طول كان الحواوشي الفراخ. الرصه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين ده السجق. هنشوف ندخل دي بقى نكمل تسويه او سخونيه الفرن، ده مهم جدا قبل نخش بالرصه الثانيه. فرن سخن يا جماعه خدوا بالكم. طيب زي ما حضراتكم شايفين والله هو مش اختراع ولا حاجه يعني صعبه، الموضوع ابسط مما يكون. ده حواوشي عيش. بص اللقمه عامله ازاي. ممكن يخليه مقرمش براحتك، ممكن يخليه عادي. شايف الملامح عامله ازاي؟ استنى اوصحها كده اكتر. لقمه حواوشي حلوه يعني، ما يعني مفيش كلام عليها. انا احب الحواوشي الصغير على فكره، والمحندق السقن ده بيبقى طعمه حلو، ناكل منه واحد واثنين ما شاء الله بالهنا والشفا. خليني ابص بصه كده اخبار الحشو ايه يا شيف. اتفضل شوف الحشو عامل ازاي. انت هديك حته بس بص عليها كويس. بص المنظر عامل ازاي. والله هديك عادي. طيب زي ما حضراتكم شايفين ما فيهوش حاجه صعبه خالص. جيب عن طبق وابدا اقفله عشان نخش ان شاء الله على بعض. طبعا الحواوشي يحب الخضره، اي حاجه خضره كده في الطبق. بعد كده نبدا نرص براحتنا خالص. طبعا احنا في الصيف الحاجات الخفه دي بتخلص، الاطفال تاكلها عادي والكبير ياكلها عادي والهنا والشفا كله ياكل، لكن في المعقول. وادي اللقمه الكبيره هقدر اعملها على اربعه. شوف وبالهنا والشفا. نطلع على طول ونخش على اللي بعده. ايه اللي بعده بقى؟ حواوشي اللحمه الستاندر بتاعنا اللي احنا بنحبه. خلينا نتكلم على الحواوشي اللحمه بالذات، ليه اذواق مختلفه. اول ذوق في بعض الناس تحب تحط جوه الحواوشي طماطم، وفي ناس تحب تحط جوه الحواوشي جبنه، وفي ناس تحب تحط جوه الحواوشي يعني كل واحد يحط اللي هو عايزه. ولكن انا شايف يعني الجبنه ليها ذوق. انا عندي جبنه لو حابب اعملها كده مفيش مشكله، لو حابب امشيها كلاسيك عادي زي الحواوشي بتاعنا. بس تعالى بقى نشوف حاجه تدمج ما بين الحواوشي الكلاسيك اللي هو العادي وما بقى. هنشوف يلا. طيب هجيب عندي بونه فاضيه ونلبس الكلافز ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. اول حاجه بنجيب عندنا ربع كيلو او نص كيلو من اللحمه المفرومه. هل يا شيف اي لحمه تنفع؟ اقول لك لا. ليه بقى؟ لازم يكون فيها سن الدهون عشان يبقى جوسي، يبقى تيستي، يبقى طعمه حلو كده في قلب اللقمه. اللي بيخلي طعم الكفته او طعم البرجر او طعم الحواوشي حلو والله ما اللحمه. هقول لحضراتكم بصراحه يعني ايه اللي هيخليه حلو؟ هي حته الدهن اللي موجوده جوه، هي البهار اللي ملائم مع نسبه الدهون ومع نسبه اللحمه الحمراء اللي جوه. هي دي مش اكتر من كده. ولو حبينا خضره اكيد هيبقى تستاهل عالي، وانا شايف الموضوع ابسط من كده. اجيب عندي بص بقى هنا. واه في ناس تحبش تحط توم في الحواوشي، انا بحب اديله التست الشرقي بتاعنا. يبقى فص توم، وكمان بصراحه هديله تاتش فلفل حار مفروم يدي نفس حلو برده. حلو. وهدي كمان فلفل احمر رومي مفروم، تمام. وممكن ادي بصلايه طبعا عشان تزود لي الكميه وتعلي التست. هنا دول خلاص كده تمام التمام. احط عليهم البقدونس قبل ما احط اللحمه، تمام لحد كده تمام. وبعدين احط اللحمه. اقول لك لا، تعال نبهر الاول الكلام ده وندعكه في بعض ونقلبه في بعض كويس قوي. معلقه ملح
سنه بهارات مشكله. عندي بهارات للحواوشي، وابدا اشكل حاجتي كده واظبط اموري. و تعالوا هاجي هنا مع الكلام ده كله بايدينا، بسم الله اقلب الكلام ده كله مع بعضه. شوف منظر الخلطه بقت عامله ازاي، وابدا اجيب عندي المفروم وانزل بيه معاه، بسم الله، وابدا اقلب كله مع بعض. عايز احطهم في الكبه ما عنديش مشكله، عايز على ايدي برضو ما عنديش مشكله، انا عايزه يكون كده بصراحه، يكون مخرز قدامي كده وباين كل حاجه واضحه. اقعكم كويس جدا عشان كل حاجه تبقى شبه التانيه، وكده يكون الحشو واضح مفيش اي حاجه خالص وتمام التمام. اوسع على نفسي ونجيب العيش ويلا بينا. انتوا ده بيرضيكوا كده الواحد يبقى شغال وورا منه جاتسكي كده عمال يلعب وبتاع، الواحد حاسس ان هو يعني ايه. طبعا اتمنى حضراتكم بجد والله مش عشان حاجه، لازم حضراتكم تجربوا مدينه العالمين، لازم تيجوا تشوفوا الجمال بتاع بلدنا، لازم تيجوا تشوفوا حاجات حلوه جدا الواحد ما كانش يتوقعها. والله بقولها دايما، الواحد كان زمان يجي على ما يمشي طريق العالمين ده يقول لك ايه، خد بالك ده فيه اشباح. زمان الكلام ده معاكم فاكرين من فوق ال 15 سنه واكتر كمان، واحنا صغيرين جدا يسمع الكلام ده يقول لك اصل مش عارف المنطقه مهجوره شويه. النهارده بسم الله ما شاء الله عمار يا مصر في كل شبر فيه، عمار يا مصر بجد بالبنى والعمار اللي حضراتكم بتشوفوه. انا شايف ما شاء الله يعني وانا داخل اجانب كتير، ناس كتير جدا من دول خليجيه، ناس كتير جدا من مصر ومحافظات كتير جدا في مصر. حقكم تيجوا تشوفوا حاجاتكم، حق كل مصري في كل محافظه يجي يستمتع بكل مكان في بلده ويستمتع ويشوف ويتمتع، وكل مكان كل واحد عايز يروح حته هيلاقي المناسب ليه، والاماكن كلها موجوده. واتمنى يا رب دايما يسعد يعني اوقاتكم واولاد اولادكم يا رب دايما. طيب ارجع تاني، شفت الجيت كده وقفني والله. هجيب عندي حته اللحمه برده نفس القصه كده، وهبدا اعمل كده بالشكل ده. وتقفل كويس على اللقمه، لازم اللقمه تتقفل عليها كويس، عشان اللقمه لو قفلتش كويس اللحمه هتفرول مننا وهتطلع، ولما تستوي مش تبقى ماسكه في اللقمه. دي كمية مظبوطة، ما نزودش أكتر من كده عشان أعرف أفرد وما أروحش في الآخر إلى عامل سندوتش برجر بلدي، يعني حاطط لحمة كمية البرجر بس في عيش بلدي. فده على ما أعتقد مش ده اللي إحنا عايزينه، إحنا عايزين حواوشي يكون كده. بص هو ناية عامل إزاي يا فندم؟ شوف هو ناية أهو لسه ما فيش حاجة، كده هفتح ألاقي كده سلايز في النص خفيف، مش كتير مش كمية كبيرة، عشان يعني يبقى طعمه حلو، عشان كمان أحس إن أنا باكل حواوشي مش برجر. عامل كده والحمد لله ربنا سترها معانا كالعاده، الحمد لله وفضل ربنا اخر لقمه جت زي ما احنا عايزين. هشيل دي وهبدا اعمل نفس الموضوع، اوزع كل لقمه على جنب وابدا اجيب عندي الفرشه بتاعتي. بص ما شاء الله ربع كيلو لحم مفرومه عامل معايا قد ايه؟ عمل ست لقم مظبوطين، نص يبقى اكتر، كيلو لحمه يبقى اكتر. اقول معلومه لحضراتكم، بدل ما اجيب نص كيلو لحمه او ربع كيلو لحمه او ربع كيلو شاورما او نص كيلو شاورما فراخ او شاورما ايا كان، ليه بتكلم على الجزئيه دي؟ انا ممكن اجيب كيلو لحمه شاورما واعملهم كلهم مره واحده، نفس التتبيله، نفس علبه الزبادي، نفس التوب، نفس نفس نفس، واخد الكميه اللي انا عايزها واحط الباقي في كيس بلاستيك واسيبه في الفريزر. جبت عندي حواوشي، جبت كيلو لحمه، عمل لي 15 لقمه او 10 لقمات مثلا، خدت الخمسه بتوعي والباقيين كل واحد في ورقه زبده او كيس بلاستيك كده لطيف، وابدا ارصهم واحطهم عندي في الفريزر يقعدوا معايا طول الشهر، اطلع في اي وقت يفك خمس دقائق على الطاسه، شكرا، هو ده المطلوب. طيب خلينا نرجع تاني على فرشه الزبده، بسم الله على الوش كده
مش كتيرة كده كده بعمل حساب ان انا هديها كمان في ظهر اللقمة. يعني ايه هتديها في ظهر اللقمة؟ يعني هعمل كده وادي ظهر اللقمة اهو، هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده، يبقى كده كده كله شرب ايه من بعض. ده المقصود من كلامي. ناخد الكلام الحلو ده كله، يلا بينا على الفرن. على الشبكة، فرن يكون سخن. بسم الله. شكرا. موضوع بسيط جدا، ما فيهوش حاجه من الصعوبه. اهم حاجه بس الواحد يعمل فكره الطعم، بس اهم شيء او التظبيطه بتاعه التيست دي حاجه مهمه جدا. وبعد كده خلاص الباقي كله يبقى تسويات. مش عارف انا مزاجي اروح للجبن بصراحه، عايز اخليه عالي يعني حواوشي بلدي بتاعنا. لو حابين جبنه طبعا ما عنديش مشكله، والحواوشي طبعا ممكن يبقى بالجبنه، وممكن لو عايز امشيه عندي عادي جدا ب مثلا لو في بعض الناس تحب غير الجبنه تحط جواه بسطرمه، يعني حسب كل واحد حابب ايه. ولكن انا شايف الموضوع بسيط جدا. طيب عن طبق سلطه عايز بالمره اخش فيه، وعايز اعمل حبه ميه سلطه. ميه السلطه دي تيست كويس قوي، ناس كتير جدا بتحبها وتفاصيلها بسيطه ما هياش صعوبه، ولكن تعتمد على الذوق. يعني احنا ذوقنا ايه، نظبط مثلا شويه شطه، في حد حابب يزود خل، هي ليها تفاصيل بسيطه جدا هقولها لحضراتكم على السريع. الخضار اللي عندي، عندي طماطم، عندي خس، عندي جرجير، فلفل، كل حاجة أقدر أشتغل بيها عادي موجودة. تجيب عندنا في البقلة الفاضية الحلوة دي بقى أول حاجة فنجان ليمون وزيه خل. تمام، بس كده. زيت أقول لك لأ، ما دام هعمل حاجة هتتشرب او الناس تحبها تشربها بلاش، ممكن اقعد زيت خليه يعني مبقاش اجباري، يبقى اختياري حسب اللي احنا يعني حبينا. سنه خضره، بقدونس وشبت لو حبينا. وبعد كده اجيب عندي مضرب واجيب عندي البهارات اللي احطها على الخلطه. البهارات اول حاجه عندي حبه ملح، وعندي كمان سنه كزبره ناشفه، سنه كمونه، وتاتش شطه لو حبيت. حلو كلام لحد كده، كلام جميل. وادوب كل الكلام ده كله، واروح جايب عليه حبه ميه عشان يذوب لي كل البهارات دي كلها ما تبقاش يعني وحشه. خففنا الليمون والخل، وبكده يكون خلصانه. نبدا نعمل ايه بقى، نمكس كل الكلام الحلو ده كله في بوله كبيره. وانا اقول لك هي دي اللي قدامنا، ماشي ايه هتجيبوها لي؟ ها ماشي، مش مشكله، خلاص احنا خلصنا. ماشي، طماطمايه، فلفل اخضر، فلفل اصفر لو حبينا، فلفل حار حسب الرغبه، بصلايه طبعا اكيد مش شرط تكون كتيره، جرجير وخس خليهم عندي في ارضيه الطبق، مش شرط احطهم كلهم في قلب البوله. نجيب حاجه نقلب بيها. شكل الخضار حلو، ما فيهوش حاجه، ما فيهوش افتكاسه، ده طبق سلطه عادي جدا، وانا شايف ان هو اقل عادي يعني، بس اهم حاجه نعمل حاجه على مزاج وكل واحد وذوقه. كده لطيف، اجيب طبق حلو، اعمل جرنش لطيف للطبق بتاعي. لو احط خس انا شايف ممكن ما اقلبوش في الميكس واعمله كده، احطه عندي في قلب البوله كده. وهجيب عندي طبق السلطه الحلوه انزل بيه كده بميته، ومعايا كمان حبه جرجير منقوعين في ميه ساقعه حلوه. اخدهم كده ورق، عايز اقطعهم في وسط السلطه ماشي، عايز اخليهم زي ما هم كده زي شكل بوكيه ماشي، كله ماشي. ريحة الجرجير فرشته رائعة. اروح عامل كده شكلين طبق سلطة محترم يستاهل بق حضراتكم مع الأكلة الحلوة بتاعتنا دي. عايز ابص بصة على الفرن عشان نعرف احنا وصلنا لحد ايه، هو ما بياخدش وقت اصلا مننا.
خلاص فاضل له اقل من دقايق غالبا انا اخر فاصل، هطلع فاصل صغير جدا بعد فاصل ان شاء الله. اتفضل. ما شاء الله، يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. الطبق الاخير او اللقمه الاخيره ما شاء الله، تعالى بقى كده على القطاعه ما شاء الله. اوعى خد اللقمه نحطها على الشبكه، سيبها شويه ونرجع لها كمان شويه. حواوشي يعني على ما اعتقد هو يعني مش محتاجين نتكلم عنه. فرشه الزبده يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. نقطع ونشوف. سامع القرمشه؟ سامع القرمشه؟ اي جرنش عندنا موجود نقدر نجرنش بيه الطبق نعمل ده. مهم جدا برضو الشكل الجمالي للطبق باي بساطه باي حاجه عندنا، ما عنديش مشاكل خالص. يعني لو حاجه زي انا بشتغل بيها دي مش تقولي لا، يعني لون لطيف ممكن احط معاه كمان طماطمايه لطيفه كده. واجي في الاخر ارص بقى الحواوشي بتاعي بالشكل ده كده. حواوشي اللحمه عامل ازاي من جوه؟ اتفضلوا. معلش معلش انا اسف. شايف المنظر عامل ازاي؟ بحب نوضح كل حاجه عشان بس ايه الكلام زي الحقيقه بالظبط. وبكده يكون اخر لقمه، وبالهنا والشفا لحضراتكم. الحواوشي اللحمه والحواوشي الفراخ، وكمان عندنا سلطه خضراء وحواوشي سجق وسلطه طحينه. امورنا النهارده الحمد لله في البساطه. يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.